الشناقط يا شيخ قصص كثيرة مع هم. لا نريد شيخنا تأصيلك لمسألة ألفية ابن ما أنت دائما تذكر فيما كنت تذكرنا في الشرح أنه الألفية والبيتين الزايدين وإيش تخريجهم. نريد الحقيقة بمالك رحمه الله تعالى يقول إن البيت نعم والأقدمون تعرف لا يضعون الأرقام للتسلسل. نعم نعم. الصباح على جلالة قدره يقول حدثني بعضهم إن أنه عدها تقل عن الألف بقليل. نعم. فأنا أقول للطلاب الحقيقة أنه هي ترقيم الآن عندنا ألف بيت وبيتان. نعم. قلت اكتشفت فيها بيتين زائدين. نعم. أحدهما في نواصل المضارع وهو قوله والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبله. والثاني في الوقف وهو قوله ووصل للهاء يجز بكل ما حرك تحرك بناء لزم وصلها بكل تحرك بناء تقول في أعطي هذا بناء لازم تقول أعطيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لشخص قال له أدنه نعم. وفي القرآن الكريم وما أدريك ما هي نعم. هذا بناء لازم نعم. دائم فوجدت قلت استنتجت أن البيتين زائدان نعم لأنهما ساقطان من بعض النسخ الألفية ما شاء الله النسخة التي ثبت المغرب نعم شرح عليه المكودي رحمه الله ليس فيها البيت الأول الأول أنا. وبعض النسخ الأخرى ساقط منها البيت الثاني لعل حتى الأشموني رحمه الله ليس عنده البيت الثاني سمعت والبيتان موجودان في أمها وهي الكافية كافية. فقلت لعل البيتين زائدان فيها أول وجدت أنهما ساقطان بعض النسخ هذا الأول زي عندي هذا أول جاي. والثاني أن معناهما مستغنى عنه لو انتبه الإنسان لما قبل البيت وما بعده يستطيع أن يعرف معناه دون 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 فهم بهذا التفصيل لبعض الإجمال نعم. الله أعلم ما شاء الله.